إليان، لو خيروك بين دبي وبيروت وين بتختاري؟ بيروت. بيروت من كل قلبي عم قولها، بيروت بيروت بيروت. أكيد البطر ما بيطلع من اللحم، هيك بيقول المثل. إليان، لو خيروك تلعبي دور بطولة، مين البطل اللي بتختاري تلعبي قدامه؟ تعطيني احتمالات؟ هلا ما في حدا براسي. لا، انت بطل مثلا بتحسي انه بدكم شكله ثنائي حلو. بس الخياط اكيد بنوجه له تحيه للفنان باسل الخياط. اكيد تحيه له. لو خيروك تاخذي محل اوبرا وينفري او تكوني نائبه بالبرلمان؟ نائبه بالبرلمان، لا بعتقد انه يمكن فيني اغير وصلح. ان شاء الله ان شاء الله. إليان، لو خيروكي تعيشي بأي بلد أجنبي وين بتعيشي؟ بلد أجنبي، ليك أنا دايما بقول إنه بعدين بعد عمر طويل بفضل إني أكون بشي جزيرة ببيت هيك صغير وعندي جنينة وقاعدة لحالي، فما بعرف أي بلد بيشبه هيدا التفكير. بروح بتجه لهونيك على الرواق بعد قد ما فينا عن العجقة اللي أنا هلا عايشة فيها. لو خيروك تكوني مديرة محطة تلفزيونية أو صاحبة شركة إنتاج، شو بتنقي؟ صاحب شركة إنتاج، لأنه في كتير